أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها
سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير فكيف كان نكير
قل أرأيتم
فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. فسوف تعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن صدق الله العظيم.